لكم يا أصحابي وحشتوني. هنلعب النهاردة لعبة رعب جديدة جدا، لعبة الست المخيفة المرعبة في المدرسة. يا ماما أنا داخل أهو بهرب من المدرسة وبشوف بيقولك لازم تلم كل الورق الأخضر ده. هنلم إيه ده؟ ده في مفتاح كمان أهو يا عم. يلا ناخد المفتاح. أهم حاجة يا أصحابي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان أجيب لكم كل الألعاب الرعب الجديدة اللي بتنزل. هناخد كل الصناديق الحمراء دي يا جماعة. يلا بينا يا جماعة، يلا يلا ندور على كل المفاتيح وكل الأوراق الخضر. هندخل أول حجرة روم نمبر 1. هنخش ما فيهاش حاجة. بعد كده بقى إيه؟ أهو في صندوق لونه أحمر أهو هناخده. أهم حاجة يا جماعة الست المجنونة المرعبة دي لازم نهرب منها عشان ما تضربناش وتموت. إيه ده؟ في ورقة خضرة هناك إيه؟ يلا بسرعة بسرعة تعالى ناخدها. يبقى إحنا كده جبنا 2، ناقص لنا 8. خلاص قربنا يا جماعة قربنا. نمشي 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 نخش الحجرة رقم 3. في مفتاح أهو ناخده تمام، وفي ورقة خضرة هناك أهو هناخدها. يا رب استر يا رب استر يا رب. بسم الله بسم الله. الست الملعونة المجرمة دي مقفولة. هنروح ندور على المفتاح بتاع غرفة رقم 4. أهو يا جماعة لقيت مفتاح أهو. يا رب يكون بتاع غرفة رقم 4. هو هو. هنروح بقى نفتح الباب بسرعة بسرعة قبل ما الست دي تيجي بسرعة. يلا يا جماعة يلا يا جماعة أنا خايف والله العظيم خايف. يا رب استر يا رب. تعالوا نروح فين؟ ندخل ندخل هنا الكافيتيريا. الكافيتيريا دي فيها ايه يا جماعة؟ الكافيتيريا دي فيها ايه؟ نشوف هنا في ايه. ندخل اول غرفة. دي غرفة الكمبيوتر مقفولة. طب تعال نشوف تاني غرفة مفتوحة. في مفتاح اهو. يس. ورقة خضرة كمان. يس. يلا نخرج بقى. استر يا رب استر يا رب. في غرفة كمان اهي. غرفة الكيمياء. معمل الكيمياء. في ايه؟ في ورقة خضرة. يا جماعة احنا كده كوننا 6 ورقات. ناقص 7 ناقص 4 4 عشان نكسب.
الغرفة دي مفتوحة، في غرفة تانية مقفولة اهي. تعال نفتح غرفة الكمبيوتر ونشوف جواها في ايه. في ورقة خضراء اهي، الحمد لله. يلا يا جماعة بقى، يلا يا جماعة، يلا نهرب يا جماعة، يا جماعة يلا نهرب يا جماعة، انا خايف اقسم بالله. تيجي ننزل؟ يلا ننزل. يا رب استر، يا رب يا رب. راحت فين المجنونة دي؟ راحت فين؟ واشوفها مشيت ولا لا. اول ما تمشي اجري بسرعه. يا رب استر، يا رب يا رب. وبعدين هي لسه ما مشيت شيء. يلا يا ذاتي بقى، اهي مشيت شكلها كده مشي. تعالوا يا جماعه نروح ندور بسرعه. ندخل اول غرفة دخلناها، تاني غرفة، تالت غرفة. هنروح فين؟ هنروح فين؟ الغرفة الرابعة. انا خايف والله، خايف الاقيها في وشي تموتني. دي حجرة الرياضة. تعالوا ندور كده نشوف فيها حاجة. شكل كده حجرة الرياضة ما فيهاش اي حاجة، فعلا ما فيهاش اي حاجة. يا جماعة لازم نخرج من حجرة الرياضة دلوقتي ونشوف هنروح فين. ربنا يستر. في ورقة خضراء اهي، يبقى كده ناقص لنا ورقة ورقتين. كده ناقص لنا ورقتين. Mimi!
الحمامات دي مقفولة، تعال ندور ورا كده. طب ندور هنا على الحوض، برضه مفيش حاجة. طب يلا يلا نخرج نمشي كده. ده ايه ده؟ ده ايه ده يا جدعان؟ ده ايه ده؟ ايه ده؟ هي يا مجرمة يا مجرمة يا مجرمة يا مجرمة، انت فين؟ يا رب تموتي يا رب تموتي. راحت فين المجرمة؟